السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا جماعة. فيديو جديد إن شاء الله عن أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في جميع مدن ومحافظات مصر إن شاء الله. تقدروا توقفوا الفيديو وتقروا درجات الحرارة زي ما انتوا عايزين، عشان لو وقت الفيديو مش سامح يعني، سواء في البيدج دي أو البيدج اللي بعدها، الصفحة اللي بعدها يعني. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا 5 حاجات: لايك وسبسكرايب مع تفعيل خاصية الجرس والشير، والاهم من ده كله ان احنا نعمل كومنت برأينا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.